بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. تشكل مرجعية الفقهاء الركيزة الأساس للقوة والحيوية لدى الشيعة الإمامية، نظراً لما تقوم به تلك المرجعيات من مسؤولية قيادة المؤمنين في شؤونهم الدينية بالمعنى الشامل لما يتعلق بالحياة الدنيا وما يرتبط بالآخرة. واستناداً إلى العقيدة التي أكدتها الروايات الشريفة ورسختها، فإن الفقيه المؤهل للمرجعية يعد نائباً عاماً للإمام المعصوم، وعليه تقع مسؤوليات القيادة العامة التي وضعها الله تعالى للإمامة تجاه الناس. كذلك إن المرجعية الدينية تعد قيمة روحية وحضارية وسنداً قوياً يرفد المؤمنين بشجاعة المواقف الإيمانية والصبر والتحدي لمواجهة مشاكل الحياة. ولعل منهم في الوقت الحاضر سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي بن السيد محمد كاظم بن السيد محمد باقر بن السيد محمد جواد الحسين المدرسي دام ظله، والذي ولد في مدينة كربلاء المقدسة عام 1364 للهجرة، ونشأ بها نشأة دينية وفي بيت مرجعي تأسست أركانه ودعائمه على العلم والفضيلة، وبين أحضان أسرة عريقة ارتدت ثوب الجهاد والمرجعية الدينية لأكثر من قرن من الزمن، وأثمرت شجرتها الطيبة 7 مراجع تقليد و50 عالما من علماء الدين، منهم جده الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد محمد باقر المدرس قدس سره، والذي كان مرجعا للتقليد في زمانه وقد سكن مدينة النجف وسمراء. ومن أجداده من جهة الأم المجدد الكبير السيد الميرزا محمد حسن الشيرازي قدس سره، الذي حمل لواء الجهاد ضد الإمبراطورية البريطانية من مدينة سمراء، وصاحب الفتوى الشهيرة بحرمة استخدام التبغ في ثورة التمباك. ويعد سماحة المرجع المدرس عميد أسرة المدرس وفقيهها الأبرز في عصرنا الحاضر، وقد بدأ سماحته الالتحاق بمحافل العلم والمعرفة في كربلاء المقدسة في 8 من عمره، وتلقى دروسه في أكثر من مدرسة، وتعلم بأكثر من طريقة لدراسة المعارف الدينية، مما أعطاه انفتاحاً أوسع وأعمق على المدارس الفكرية. ودرس سماحته على أيدي كبار أساتذة الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة، وأبرزهم والده العارف الفقيه آية الله العظمى السيد كاظم المدرس قدس سره، آية الله الشيخ محمد الكرباسي قدس سره، آية الله الشيخ محمد السهر وردي قدس سره، آية الله الشيخ جعفر الرشدي قدس سره، فيما تابع دراسة بحث الخارج على أيدي أساتذة كبار، وخصوصا خاله سماحة الإمام المجدد آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي قدس سره، وآية الله العظمى الشيخ يوسف الخراساني أبيار جمندي قدس سره، وقد حصل على إجازة الاجتهاد منهم في 21 من عمره.
يتميز سماحة المرجع المدرس بوضوح الرؤية في منهجه العلمي في مجال الفقه والأصول والثقافة، وينطلق من ثلاث بصائر أساسية هي العقل والوحي والحوادث الواقعة، والتي ساهمت بدورها في تكوين منظومته الفكرية إزاء قضايا الأمة، حتى أضحت اليوم مدرسة فكرية رسالية متكاملة الأبعاد، وكشفت عن أبعاد مضيئة في الفكر الإسلامي، سواء فيما يخص الفرد أو المجتمع أو العلوم، كالتاريخ والاجتماع والمنطق والفكر والعرفان. وقد أثرى المرجع المدرسي دام ظله المكتبة الإسلامية بمجموعة كبيرة من الدراسات والكتب التي تناولت مختلف مجالات الحياة، وعالج القضايا المصيرية برؤية إسلامية أصيلة استلهمها من القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، وأهمها المكتبة القرآنية، والتي تدور حول محور التدبر في القرآن الكريم، كما في كتاب بحوث في القرآن الكريم وتفسير من هدي القرآن الكريم، ويشتمل على 13 مجلدا، وبصائر القرآن في التحرك الإسلامي، والقرآن حكمة الحياة، وغيرها. مكتبة الفقه والأصول كما في كتاب الفقه الإسلامي وسلسلة الوجيز في الفقه الإسلامي وموسوعة التشريع الإسلامي والمعهد الإسلامي بين الأصالة والتطوير وفقه الاستنباط. مكتبة المعارف والفكر الإسلامي، ومن أهم كتابات سماحته في هذا المجال الفكر الإسلامي والمنطق الإسلامي والعرفان الإسلامي. مكتبة السيرة والتاريخ الإسلامي، ومن أبرزها مع الرسل على الطريق الشائك، التاريخ الإسلامي دروس وعبر، النبي وأهل بيته قدوة وأسوة، ويشتمل على 14 جزءا، وغيرها. مكتبة المجتمع الإسلامي، ومن كتبها المرأة في المجتمع الحضاري والمجتمع الإسلامي منطلقاته وأهدافه والتمدن الإسلامي، وغيرها من الكتب الأخرى. مكتبة الثقافة الإسلامية، مثل الفكر للمدفع، الإسلام ثورة اقتصادية، الزلزال الثقافي قبل الثورة الشاملة، والعديد من الكتب الأخرى. مكتبة العمل الإسلامي، والتي كتبها انطلاقا من تجربته الميدانية القيادية في مجال العمل الرسالي كما في العمل الإسلامي، وتضم 3 أجزاء: وآفاق الحركة الإسلامية، والتحدي الإسلامي، ومستقبل الثورة الإسلامية، وغيرها. ويعد الاهتمام بالحوزات العلمية في طليعة اهتمامات المرجع المدرس دام ظله، باعتبارها الأداة الأهم في تغيير واقع الأمة من التخلف والفساد والتبعية إلى التقدم والاستقلال. إلا أن سماحته يرى أن عملية تغيير واقع الأمة لا يمكن أن يتم من دون تغيير واقع الحوزات العلمية نفسها، والقضاء على عوامل الضعف فيها، والتسلح بنقاط القوة الضرورية لقيادة عملية التغيير. ومن أجل ذلك انصب اهتمام سماحة المرجع المدرس على مراجعة البرامج العلمية والتربوية للحوزات وتطويرها، بما يجمع بين الحفاظ على الأصالة وجوهر العلوم الدينية والاستجابة لمتطلبات الحياة المتغيرة وحل مشكلاتها المستجدة، سواء في المحتوى أو الأسلوب أو منهاج الدراسة. ويحتل العمل الجهادي والرسالي أيضا مساحة واسعة من حياة المرجع المدرس، التي بدأت من المدرسة الرسالية التي وضعت لبيناتها الأولى، إلى جانب خاله الإمام الراحل السيد محمد الشيرازي قدس سره في كربلاء المقدسة قبل 4 عقود من الزمن، إذ عمل على تربية الشباب وتوجيههم، فكان له كثير من الندوات والمحاضرات والبرامج الدينية.
كما تصدى سماحته للنظام الطاغوتي في العراق، حيث واكب مختلف منعطفات العمل الإسلامي. ففي الستينيات من القرن الماضي وتحت مظلة المرجعية، تأسس عدد من الحركات والتنظيمات التي قاومت نظام صدام آنذاك. ونتيجة للخطر الذي كان يمثله المرجع المدرسي، وفئات العمل الرسالي التي هيأها سماحته ضد النظام الفاسد في العراق، فقد أصدر النظام البائد حكما بالإعدام عليه، ما اضطره إلى الهجرة سرا إلى الكويت عام 1390 للهجرة. وكانت الهجرة إلى الكويت إذانا عن إعلان صحوة واسعة شملت قطاعات واسعة في منطقة الخليج، إذ عمل المرجع المدرس على بلورة الوعي الإسلامي. فشهدت ديوانيات الكويت الملتقى الديني والتوعوي مع مواصلة عمله الرسالي. وكان موقف المرجع المدرس قويا في تأييده لكل حركات التغيير الرسالي في العالم الإسلامي، كالثورة الإسلامية في إيران، من خلال تقديمه الدعم الكبير للرساليين هنا وهناك، كما كانت له مساهمات كثيرة في دعم الصحوة الإسلامية التي عمت المنطقة. وفي عام 1979 هاجر سماحته إلى إيران ليتخذها منطلقا جديدا لتحركاته الجهادية وأعماله الرسالية لتغيير الأوضاع الفاسدة في العراق والمناطق الإسلامية. فعمل على تأسيس مؤسسته المرجعية والفكرية، وكان من ثمار ذلك تأسيس حوزة القائم عجل الله فرجه العلمية وفروعها في سوريا وتنزانيا وأذربيجان، وحوزات أخرى في أفغانستان وباكستان ومشهد المقدسة، فضلا عن حركته الثقافية والإعلامية لتوجيه الساحة، باعتبار أن للإعلام تأثيرا بالغا على حياة الناس والجماهير. وبعد سقوط طاغية العراق عام 1424 للهجرة، عاد المرجع المدرس إلى مسقط رأسه في شهر صفر من العام نفسه، واستقبل من قبل أبناء الشعب العراقي في الصحن الحسيني الشريف، وفي ظل الوضع الأمني الخطير آنذاك. وقد كان الصحن الحسيني الشريف ومكتبه في كربلاء المقدسة منطلقاً لتدريس بحث الخارج وفتح الحوزات الدينية في محافظات العراق المختلفة، وطرح قضايا الدولة والدستور الإسلامي، ومعالجة متغيرات الوضع السياسي العراقي والعالمي، والقيام بنهضة ثقافية ميدانية كبيرة أسست عددا من المشاريع المهمة لخدمة أبناء الشعب العراقي الكريم. وأخيرا، إن ما عرضناه بين يديك عزيز المشاهد من السيرة العلمية والعملية المشرقة لسماحة فقيه أهل البيت عليهم السلام، المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرس دام ظله الوارف، ليس بدعا من سيرة أسلافه الفقهاء رضي الله عنهم، وهم الذين حملوا الأمانة المقدسة وأدوا مسؤولياتهم بهذا الصدد خير أداء. فهو يجسد اليوم حلقة من حلقات المرجعية المهمة في التاريخ والواقع الإسلامي، غير أنها قد تميزت بمزايا ومؤهلات عدة عن بعض الحلقات، لما للسيد المرجع من خصائص حباه الله تبارك وتعالى بها، فجعلته متفردا ومتميزا بالفذة من أخلاقه ودوره الاجتماعي والقيادي ومستواه العلمي وعليه. فالمرجع المدرس فقيه مجدد يحمل مشروعا حضاريا نهضويا متكامل الجوانب للمسلمين عموما، ولأتباع أهل البيت عليهم السلام على وجه الخصوص. والغرض من تبيان كل هذه الحقائق هو ألا تكون من الذين لا يعرفون علماءهم وعظماءهم إلا بعد افتقادهم، لأن في ذلك أكبر الخسارة وأعظم الحسرة.